التي تلي ذلك كلمة الشيخ إبراهيم بن غشير رئيس المجلس الأعلى لأعيان وحكماء ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة الحضور، السادة مشائخنا العظماء الأجلاء، كذلك أعضاء المؤتمر والسادة الوزراء والضيوف، في هذا الموقف الحقيقة يشعر الإنسان بألم شديد حينما يغيب مثل هذا الشيخ الجليل الذي نحترمه ونقدره ونجله، وله كان دور كبير جدا مع زملائه الذين من بينهم الحضور الشيخ الجليل محمد الفيتوري، وكذلك الشيخ الجليل حمزة أبو فارس وغيرهم كثير. هؤلاء نفتخر بهم في ليبيا، بل يفتخر بهم العالم الإسلامي، وهؤلاء يجب أن يكرموا وأن تكون لهم مكانة مميزة في ليبيا. نأسف حينما نرى مثل هذا الشيخ يغيب ظلما في ليبيا، وهو رجل يتقي الله كما نحتسبه، وهو رجل من أهل العلم، استفدنا منه كثيرا في دروسه وإن كنا لا نحضر حلقات درسه. جئنا هنا نتضامن مع أهلنا وإخواننا في ليبيا جميعا، وندعو الخاطفين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشيخ وفي أهله وفي علمه وفي مكانته، وأن يطلقوا صراحة وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة مفتوحة والإنسان يخطئ، ولكن حينما يعود ويندم ويتوب فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. هذا الشيخ لا يستحق منا إلا التقدير والاحترام. وفي هذا الموقف ندعو كل المسؤولين في ليبيا سواء كانوا رجال أمن أو على مستوى الوزراء أو الشباب من التوار وغيرهم، أن يكونوا جادين في البحث عن هذا الشيخ وإطلاق سراحه، كما ندعو أيضا نقابة المحامين، هذه النقابة التي يجب أن يكون لها دور كبير في إظهار الحقيقة والبحث ورفع الظلم عن المظلومين. إن مجلس الحكماء أو المجلس الأعلى للحكماء والأعيان في ليبيا يتضامن مع الشيخ ويسعى جاهدا وبكل ما يستطيع للوصول إلى الحقيقة وإلى معرفة مكانه وإطلاق سراحه إن شاء الله. والمجلس أساسا أنشئ لرفع الظلم عن الشعب الليبي، وأن يصدع بكلمة الحق، وأن يقف مع صاحب الحق والشرع والقانون، وأن يقول للمسيء أسأت وللمحسن أحسنت، وهو يسعى أيضا إلى التوفيق بين وجهات النظر السياسية وغيرها. ولذلك هذا المجلس يدعو كل الخيرين في ليبيا أن يسعوا إلى جمع الصف ووحدة الكلمة في ليبيا وتوفيت الفرصة على العابثين بهذه الدولة التي ننشدها بعد ثورة 17 فبراير. إن دولة ليبيا نريدها أن تكون دولة الحريات، دولة الحق والعدل. لا تقوم دولة ما لم يكن فيها حق وعدل، وأن يكون الشرع والقانون هو السائد فيها. لا قوة لغير الحق، ولا سلطان لغير الحق في هذه البلاد.
هذا ما نتمناه، وهذا ما ينبغي أن يسعى إليه كل الليبيين. في هذا الوقت نحيي الحاضرين جميعاً لوقوفهم مع فضيلة الشيخ نادر العمراني، وكذلك حرصهم التام على أن تكون مدينتنا العاصمة مدينة طرابلس آمنة مطمئنة، كما يسميها أو كما يسميها الليبيون عروس البحر. هذه العروس نريدها أن تكون فعلاً يعني يسودها الأمن والأمان، وتزدهر فيها يعني الخيرات والنماء، وينمو فيها الاقتصاد والعلم والثقافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً إلى ما جئنا من أجله، وأن نحقق الله سبحانه وتعالى الأمن في ربوع ليبيا كاملها وطرابلس بصفة خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.